السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل عائلة سكر دايت. ولو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل بارت 2 أو الجزء الثاني من المشروبات الصيفية المنعشة. طلبتوا مني أن أكمل السلسلة دي وأنا بكملها معاكم. النهاردة عملنا لكم مشروب صحي جدا منعش جدا جدا جدا. إيه هو؟ الآيزد كوفي أو القهوة الساقعة بالكارميل. كمان شفتوا الدلع؟ عملناها لكم بالكارميل وهش فيها الكارميل اهو على الوش اهو عشان ما تقولوش عليه بضحك عليكم. طعمه حلو جدا، لو كالوري او سعراته قليله جدا جدا، مش هتبطلوا تشربوه يوميا من كتر حلاوته. طبعا احنا عارفين ان النسكافيه من المشروبات المفضله لمعظمنا، بس في الصيف صعب جدا احنا نشربه من كتر الحر. النهارده عملناها لكم بطريقه حلوه جدا، ساقع منعش صحي في منتهى الجمال. عملت معاكم الحلقه اللي فاتت عشان خاطر لو الناس ما شافوهاش، الليمون، عصير الليمون بالنعناع كان برضو تحفه، طعمه جميل منعش جدا، سعراته قليله قوي قوي قوي. تقدروا تشوفوا الطريقه في الديسكريبشن او في الاي، هتظهر عندكم دلوقتي للناس اللي ما حضرتش الحلقه. يلا نبدا على طول. هيكون عندي حوالي كوبايه لبن خالي الدسم او نص دسم، احنا مش عايزين نعمل سعرات كتير فدي نص دسم. اوكي، طبعا نسكافيه الكلاسيك اللي هو مش محطوط له اي مبيضات، تمام، اللي هي قهوه سريعه الذوبان يعني، وسكر وتلج لا اكثر ولا اقل. هنعمل ايه؟ اول حاجه هجيب كوبايه او حاجه تكون غويطه ان انا اقدر احضر فيها النسكافيه. الاول هاخد كده يعني في حدود معلقه صغيره بس تكون مليانه كده، اي نوع يعني نسكافيه بتفضلوه بس بلاش اللي عليه مبيضات لان هو مش صحي خالص. اوكي، طبعا ده فيه مضادات اكسده فمش هيزينا في حاجه، بالعكس هو مفيد جدا. اوكي، هنحط عليه السكر حسب الرغبه، سكر دايت طبعا، النوع ده سويتال. عايزين تحلو بعسل مفيش مشكله، بس احنا كده هنعلي سعرات، احنا عايزين حاجه ما تعليش سعرات وفي نفس الوقت تبقى منعشه ولكل الناس العاشقه للقهوه والكلام ده. اوكي، هنزل عليها بحوالي نص كوبايه ميه سخنه. اوكي، على حسب بقى المقدار بتاع الكوبايه اللي هتحطه فيها، فاهمين قصدي؟ عندي المضرب ده، انا عندي مضرب كهربا، جبت المضرب ده يدوي حلو جدا، جربته كذا مره يعني عشان مش كل الناس عندهم المضرب الكهربا، فده مضرب يدوي كنت جايباه بحوالي 18 جنيه، مش غالي بس بيدي نتيجه حلوه جدا ومرضيه. ما عندناش لا المضرب الكهربائي ولا عندنا المضرب اليدوي، ده ممكن نعمله في الخلاط عادي جدا ما فيش اي مشكله، او ممكن بالمضرب اللي هو الكهرباء بتاع البيض، في ميني اوبشنز. لو ما فيش خالص ما فيش مشكله نقلبه بمعلقه وخلاص، يعني احنا يهمنا ان كله يتجانس مع بعضه، يعني نعمل شويه رغاوي كده على الوش بس مش مشكله يعني. ما تنسوش انتوا تشوفوا الفيديو دلوقتي تدوا له لايك اوكي وتشير، ولو مره تشوفوا قناتي تدوها سبسكرايب. اوكي خلاص، انا كده دوبت كله مع بعضه وبعمل فوم نوت باد مش وحش. اوكي خلاص، هسيبه بقى على جنب يهدى خالص ويبرد لان طبعا سخن، فانا محتاجاه يبقى بارد خالص، او معنى صح يهدى عشان خاطر ما يسيحليش التلج بسرعه، الجو حار من دول واحنا عايزين حاجات منعشه. اوكي، هجيب بقى الكوبايه الجميله بتاعتي، انا جايبه بقى مش كوبايه يعني، يعتبر يعني اقول مش عارفه شفشق. انا بحب الايس كوفي جدا جدا جدا. هنزل بالتلج، وطبعا ده that is one of my favorite moment، يعني دي من اكتر اللحظات اللي انا بحبها في الحياه ان انا احط التلج واحط عليه اللبن بقى. هنزل باللبن بقى كله مره واحده كده. اوكي، نشيل بقى البهدله اللي احنا عملناها دي. اوكي، وهقلبه كويس. خلاص هو كده تمام، هروح بقى على النسكافيه خلاص اتاكدت ان هو هادي وبقى تمام مش سخن، وهبتدي بقى انزل بالدلع. الدلع ده بصوا بقى، دي يعني احلى حاجه في الحياه. بصوا بقى، هلا 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 على الجمال وعلى اللوحه الفنيه اللي بتترسم. بجد بجد للناس العاشقه للنسكافيه زيي هيستمتعوا جدا جدا بالمشروب ده، وهيبقى مفضل ليهم طول الصيف مش هيشربوا غيره. حلو قوي قوي قوي، فعلا لوحه فنيه، الواحد شايف كانه شايف لوحه فنيه، تدريجات الالوان ولسه كمان هتفصل عن بعضها، تعمل تدريجات ملهاش حل، يعني
بجد بجد حاجة في منتهى الجمال. اوكي طبعا انا حطيت الفوم من فوق. اوكي لو ما فيش فوم ما فيش مشكلة، احنا اهم حاجة عندنا القمر اللي تحت ده. بصوا بقى مع الوقت بتفصل لوحدها وتدي بقى تدريجات بقى الحركات بتاعت الكافيهات دي بقى والحاجات الحركات اللي بيعملوها لنا دي. بصوا أنا الآن وضع الكارميل، الكارميل بتاعي اللي هو الدبس التمر، هاخد منه ربع معلقة صغنونة. بصوا بصوا بيعمل حركات فظيعة، حاجات جامدة قوي. احنا ما بنحرمش نفسينا بالدايت من أي حاجة خالص، كل حاجة بنعملها بس in healthy way أو بطريقة healthy. حطينا ربع معلقة دبس تمر، لو مش موجود خلاص بلاش حركة الكارميل دي، خلاص مش مشكلة. وخلص اهو جاهز معايا، مفيش ادنى مشكله، حلو منعش صحي لو كالوري سعرات اقل وانتعاش دائم. يا رب يكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستغرام والتيك توك، وبحبكم جدا يا احلى واجمل عيله سكر دايت. سلام.